فكنظن ان المنتخب الوطني المغربي كان من المرشحين يعني بنيل هذا اللقب هذا بحكم انه يعني الرابع في العالم، واخا ما خصهاش الدار يعني هذه المقارنه هذه، لانه الاجواء الافريقيه مغايره تماما مع الاجواء العالميه. فكنظن على ان المنتخب الوطني المغربي قدم يعني نتيجه اكثر من الاداء يعني في هذه الربعات المقابلات اللي لعب المنتخب الوطني المغربي. شنو كان ناقصه؟ كنظن على انه من الاسباب اللي خلت انه يعني يتم الاقصاء اليوم هو ذاك الخلل في اللاعبين، لانهم ما كانش بدلاء اللي بروفيسيونيل كما كنقولوا اللي يقدروا يغطيو هذوك اللاعبين اللي كلي كما كنقولوا يعني باللغه الفرنسيه. لانه من كيمشي لك لاعب اللي كتعول عليه في المقابلات صعيب على انك تلقى البديل ديالو، فهنا كيبقى هذا هو المشكل والاساس، لانه هاد اللاعبين هادو اللي دخلوا المقابله ديال اليوم فما عندهمش تجربه اكثر من هاد اللاعبين اللي يعني تصابوا. فللاسف ما عرفتش هاد العقده هذه اللي كاينه مع المنتخب الوطني المغربي ازيد من 40 سنه ما فزناش باللقب. كنظن على انه وليد الركراكي قالها في ندوه صحفيه انه المسؤوليه كيتحملها هو اكثر من اللاعبين. ف كنظن انه غادي نقول لمنتخبي هارد لاك وماشي نهايه العالم، لانه هذا المرض هذا كنسميه مرض كيدوزوا منه العديد من يعني من الفرق او المنتخبات العربيه. مي كنتكلموا على مصر، كنتكلموا على تونس، كنتكلموا على موريتانيا، فماشي فقط غير المنتخب الوطني المغربي. وليد كان وقع سوء تفاهم فقط، يعني هو العربيه ديالو ماشي مزيانه كما كنقولوا، فكان غير فقط سوء تفاهم، كان سؤال يعني عادي. الجواب ديال وليد ما كيقصدش انه يعني ما عندوش يعني علاقه بالعرب او لا، فقط هو دافع على المغرب وانه جاي باش يهز العالم المغربي فقط، يعني هذا الشيء كان سوء تفاهم فقط. وكنعرفوا يعني مدرب او لاعب كيلعب او كيكون يعني لا فورماسيون ديالو في برا يعني في اوروبا، فما كتكونش عنده ديك اللكنه المغربيه يعني صحيحه، فكيبقى هذا مالونتوندو. حنا كاملين يعني كمغاربه، حنا جنود واحد وحنا يد وحده، وتا حاجه ما غادي تفرقنا لا مع اللاعبين لا مع المدرب ولا كذلك مع الصحفيين لا مع الجماهير. حنا يد وحده وغادي نبقاو يد وحده وشعب واحد وافريقيا وحده وعالم يعني واحد. فهارد لاك للمنتخب الوطني المغربي، هارد لاك للمنتخب المصري، كذلك هارد لاك لتونس وموريتانيا. انا كنقول ان المسؤوليه كيتحملها وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي، وهو كذلك صرح في الندوه الصحفيه اليوم بانه هو اللي كيتحمل المسؤوليه كالعاده. في كل خساره كيخرج في الندوات الصحفيه في تصريحات صحفيه كيقول لنا بانه هو كيتحمل المسؤوليه، ولكن هذه المره المسؤوليه فعلا كيتحملها وليد الركراكي، لانه كانوا اختيارات خاطئه، ممكن تاخر في التغييرات، الطريقه ديال اللعب ديال المنتخب الوطني اليوم مغايره على المنتخب الوطني المغربي اللي كنعرفوه، خصوصا اللي شفنا في كاس العالم واللي شفنا في المباريات ديال دور المجموعات. كاس العالم، ايه الفرق بين منتخب فائز برابع العالم يصل لقبل نهائي كاس العالم ومنتخب يعاني دائما في هذه البطولات القاريه؟ في رايك ايه السبب؟ السبب ما نقدرش نقول لك شنو هو السبب، لانه هو طبعا كاين اختلاف ما بين المسابقات بجوج، ظروف ديال كاس العالم مغايره تماما على الظروف التنظيميه ديال كاس افريقيا، الظروف المناخيه ديال كاس العالم كانت مغايره على الظروف